هلو ليديز اند جنتلمان حبايبنا الكرام، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل شيء تمام. يا احلى ناس، رجعناكم عليكم ورجعنا لكم بمقطع جديد يا اساطير. مثل ما انتم شايفين حبايبنا، عندنا هون نزل حدث جديد اساطيرنا الحلوين، سهم الموسيقي. اوكي، طبعا حدث هذا شباب، هذا السكيل تبع السنه الرسميه، ولا شو بعرفني السنه الرسميه تبع شو بدي اقول، شلون بتنقال تبع السنه الرابعه لللابتوب فري فاير. اوكي اساطير، طبعا هذا الحادث كل شباب بيطلع لكم بالواجهه اول ما ندخل على اللعبه. اوكي، سو ليديز اند جنتلمان حبايبنا، الله يرضى عليكم. قبل ما نبلش المقطع حبايبنا، لا تنسوا تصلوا على حبيب محمد عليه الصلاه والسلام. يا احلى ناس، وخلينا ندخل على المقطع يا اساطير ونشوف هذا الحدث وهذا السهم الموسيقي. طبعا هذا السهم الموسيقي شباب كثير منكم بيعرفوا، اوكي، ومنكم يمكن ما بيعرفوا. طبعا الشباب اللي مثل ما انتم شايفين، سوينا شو نظبط هون، اوب اطمنوا ادخل. هيك دخلنا على الحدث حبايبنا. اوكي، هون شباب عندنا شيء اسمه الطلقات. اوكي، طبعا هون عندنا تخفيض 10 طلقات بجيبنا تخفيض 50% اساطير، وهون عندنا تحت لمده 30% 30 دقيقه شباب، بيجينا تخفيض 30% لمده 30 دقيقه. اخويا شباب، هون لما ندخل على يسار المتجر الاستراد، تمام، السكين كامل 360، تمام، واذا نحب نقدر نجيبه يعني قطع يعني، هون مثل ما انتم شايفين 3 قطع فقط، بس احنا شباب رح نحاول نجيب الاسكين كامل. اوكي يا اساطير، حزبة النغم الروك. اوكي برو، طبعا شباب قول بسم الله، ليتس جو. عندنا 405 راح، طبعا رح نشحن شباب، لا تشوفوا جواليك، رح نشحن، بعرف انه يعني حبيبي والله بيض معلم. طبعا هات شوف اول ضربه معلم، ابلع كفو تخفيض ولك عاش يسعد دينك. هيك بيعجبني الوضع شباب، هيك بيعجبني الوضع يا اساطير، هيك الوضع بيعجبني معلم حبيبي والله. شوي اطمنوا، ليتس جو، هيك الوضع بيعجبني معلم. اثنين والله معلم، خلينا حبيبنا نجهز الجواهر، انا بعرف حظنا بيضه معلم. اوكي، لما يضرب يخلص ضربه معلم عن جواهر، لانه لما يضرب شباب نضبط الوضع يا ساتير. اثنين سبعه رقعاش. اوكي طبعا حبايبنا ابرع، ما انتم شايفين يعني بيضه معلم الوضع. هلا اول عندنا تخفيض 512 صار شباب، 10 طلقات، طلقه طبخيه كفو لك شباب. اجى التخفيض لمده 30 دقيقه شباب، تخفيض 30%. اتمنوا يا اخي، ليش ما يوصل الجوال شباب؟ مش حبيت اشحب نفس الوقت عشان ما نضيع عليكم وقت يا اساطير. ايه تمام، وهي خلصنا منه. يلا طبعا هذول بيضربونا بالطاقات الحاضنه، والله شيء حرام بالطاقات الحاضنه معلم، ابلع. اوكي طبعا شايف شيء، في شيء غريب انا مالي فهمانه هون، تمام، اللي هو يعني بالعاده كان حدا بوسط السكين، ليش هيك غريب عجيب اقسم بالله. خلينا نعمل تخطي شباب عشان ما نطول كثير. اثنين عاد 3 2 10 ابلع. شو هالحظ يا الله، ايش هالحظ معلم، ايش هالحظ دخيل الله. يلا روح، ايوه 3 يا اخي، اعطونا 20 عشرينات دخيل الله، عشرينات شباب، شو هاد عشرينات معلم، 22 ايش هالحظ البيت. خلينا نجرب وحده وحده معلم. 2 اثنين بو على شكل كن، اثنين يا اخي، يا اخي يعني 15 معلم، عن جد عن جد يعني عن جد هيك احدث يعني يعني ليش خلينا نطلع هنا اثنين يعني، اعطينا 20 15. يلا روح ان شاء الله 20 معلم، 20 و15 مشان مرض يعني شباب، ضربه واحده 20، ركزوا معي 20 يعني، ما فهمت شو عم بقصد يعني، اذا بتجيني وحده ب 20 شباب احسن ما تجيني يعني 10 لفات ب 2 3 2 3. يا الله ايش هذا، 20 يا معلم والله مو ناوي. شفتوا يا شباب، اعطوني 10 ضربات ب 2 شباب 20 طلقه، شايفين كيف، شايفين كيف؟ و 360 الحدث، و يا ساتير. لا هيك معلم ما راح يمشي الحال، 3
معلم لا 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 هيك الشباب هيك ما راح يمشي الوضع ابدا يا اساطيرنا. ركزوا معي كيف روح نعمل ريفرش معلم نشوف الوضع. 2 اوكي يا لطيف جواد نعمل تخطيط معلم يا اخي ولا واحدة يعني تتوقعون شباب بتمنى تجيني 20 شايفين كيف اشوف جواز معلم الثاني هون معلم حتى جواز معلم بيض يا زلمه. اوكي كم هون معلم 224 يا اساطير. طبعا معلم الحذاء بيض صراحه يعني شباب عم فكر بالحذاء الحذاء يعني عن جد مش هالشي واو. خلونا نجيب الجاكيت اذا ما جانا هون 360 شباب نجيب الجاكيت والبنطال والحذاء شباب. لا البنطال لا الجاكيت والحذاء لا ثواني والشعر وين قول لي الشعر حبايبنا هو مع مع الحزمة الكاملة يخرب بيتكو يعني شباب يعني اذا بدنا نشوف الشعر هذول معلم هذا الشكل والمكياج تبعه اجباري لازم نجيب ال او ماي جاد معلم او ماي جاد ليديز اند جنتلمان هذا نشوف معلم 2 3 لا يا زلمة لا يا زلمة لا ولو لا ولو مو لهالدرجة شباب شو هذا اعطونا 20 ما بيعطونا يلا 2 اقسم بالله شباب هذا ما في شيء غريب الموضوع. فنطلع نطلع من هذا الحدث معلم نرجع ندخل نرجع ندخل نرجع ندخل دخيل الله نرجع ندخل شباب والله لا ما بعرف معلم هذا الشيء يعني فظيع فظيع. وين السهم الموسيقي مو موسيقي يا سامي عم يصير موسيقى موسيقي شو يلا راح نشفنا ريقنا هذا السكين شباب اقسم بالله شب شفت قهوه لا ابدا خلص معلقه على الاثنين معلقه على الاثنين شباب اقسم بالله معلقه على الاثنين يا اساطير اتفرج عليها 2 3 2 اشهد لك ولا وحده 20 طلعت لي يعني شباب يعني اتوقع شباب طلعت ثلاث اربع خلص يعني طلع لي 23 هلا خلصنا معلم على بول الحظ شباب فرج لا 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 خلاص ما شباب يعني الصراحه يعني عن جد يعني ما بعرف شو بدي اقول يا اساطير. كاتبين تخفيض نسيت عاملين تخفيض 30% شباب بس ولكن يعني شو استفدنا بالتخفيض شباب بالاخر يعني تخفيض مو تخفيض معلم عم ناخذ البيض حبيبي والله. اوكي شباب كم بقينا هون معلم بقينا والبقينا شو ما اعرف سوينا شوي نعمل طلقه واحده معلم نضرب طلقه واحده 2 2 يلا ولو يلا ولو يلا ولو 9 باقي الله 3 6 باقي 4 ابلع 2 ابلع 1 شوفوا شباب بقى معي 1 جوهره يا لطيف بقى معي 1 جوهره يا حبايبي مثل ما انتم شايفين العمى ايش شو هذا تعالوا شوف هذا السكين بيستاهل ولا لا يا شباب خلينا نشوف هذا السكين بيستاهل ولا لا اخر شيء تعالوا شوفوا شو هذا صديق ما في صديق معلم حبيبي والله. اوكي شباب هيك بنكون جبنا السكين بعد انا هم يعني نجربه يا الله الصراحه حبايبي ايش هذا عن جد حظ بيض والله بيض 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 معلم على الاخير سوي معلم سوي ايش هو معصب هذا والله. اوكي هيك بتعجبني معلم حلو والله هيك شلي من ورا معلم شي حلو هذا نفتح نشوف نعمل تزويد هون عندهم هذا مثل ما قلت لكم شباب شايفين يا اخي هذا الشيء لوز يا زلمه هاي العيون هذول المكياج شباب صراحه شباب هذول اولا الشيء اللي عجبني هذا السين هذا الشيء اوكي بالنسبه للشعرات الشعرات والله يعني مش بقول شيء شباب شيء تغير حلو يعني هيك تغيير هاي معلم هاي ما بعرف شو ليش حاطينها الصراحه ما بعرف ليش خلينا نحطها نشيل والله براي راح نشيلها بقى شباب راح نستخدم السين نلعب السكين راح نشيلها هي معلم ما شايف الفائده منها بس بتشكيت يا اساطير الجاكيت رح اشوف شباب روح ادخل باللعب الان نجربه لنشوف اذا كبير ولا صغير ولا شو معلم البنطال خلينا نشوف بس الجاكيت شباب نعمل هيك عشان نشوفه حط شي سكين هيك بس عشان نشوف الجاكيت اوكي الجاكيت شباب
مو جاكيت عفوا البنطال. البنطال والله يعني اتس اوكي اتس اوكي معلم شيء يعني تغيير حلو. خلينا نرجع نحط السكين والحذاء معلم. حذاء يا زلمه حذاء بيض يا زلمه حبيبي والله حذاء الحذاء الكبرى احسن منه. تعالوا شباب خلينا ندخل نشوف السكين من جوا التدريب. تمام طبعا شباب كثير منكم سالني عليكو حطينا شرح كيف نحصل على هالقنبله الموجوده في ايدي حبايبنا. كثير سهل الامر شباب. بتدخلوا على الاربع على الاربع الموجوده فوق على اليمين تبعين حدث السنه الثانوي الرابع السنه الرابع على اللعبه. تمام عندكم شيء اسمه اللي هون البوم الذكريات على اليسار يا اساطير. اوكي مكان انا طبعا انتم ما بتشوفوا وقت شوي هون جنبي شايفين هون هون هذا شايفين هاي وين حاطط اصبعتي حبايبنا. هذا هو شباب اللي تبع البوم الذكريات. تمام نحن ندخل على البوم الذكريات شباب. بس نظبط الوضع هون نرجع الكاميرا مثل ما كنا معلم شباب نتخربط. اوكي طبعا شباب هون البوم الذكريات. اوكي في حدث طبعا لازم تروحون تدخلون اللعبه يا اساطير وتاخذون سكرين شوت مع الشخصيات يعني كيلي موكو كل الشخصيات شباب هذول لازم تاخذوا معهم سكرين شوت. شايفين شباب كل سكرين شوت اللي ما اخذهم انا شايفين كيف تاخذوا بس سكرين شوت شباب لكن مع كل شخصيه. اوكي طبعا حبايبنا كيف راح تعملوا سكرين شوت في حدث راح افرجيكم بس نشوف شوفوا هون. لا طولوا نرجع لهذا بعدين مو مهم الان. حدث الموجود هون شباب هون التدريب تكون على التدريب هون الحدث شباب الحدث هذا عيد ميلاد هون عيد ميلاد سعيد فري فاير. اوكي تمام شباب لحقوا حالكم هذا الحدث راح ينتهي يعني والله لسه موجود. المهم حبايب بتدخلوا لهون بتدخلوا هون طبعا خلينا بنفس الوقت نستعرض السكرين بنفس الوقت. اوكي بتدخلون حبايبي هون هذا طبعا هذا هو السكين. اوكي بعدين نكمل هذا عندنا هون كلا شباب يعني بيجون عند كلا شايفين شباب تاخذوا الصوره سكرين شوت جنبه تمام وبتروحوا بتكملوا شباب. اوكي يعني بتطلعوا من هون عندكم هون اندرو جوزيف وكل الشخصيات هون موكا معلم. المهم الشخصيات بالعاده حبايبنا مرات عندكم بتكون هون هون وهون ومرات بتكون شخصيات هون شباب. طبعا شباب اذا عشان يعني تدخلون وتطلعون يعني تشوفون الشخصيات الثانيه هون في موكو شباب هنيك في الوك طبعا الوك وكلا والكشمون اعتقد ما يزنون بس يعني خذوا سكرين شوت بعد هيك نو بروبلم. وهون في شخصيه شباب اللي هي ماشا تبقى هون ماشا شباب مره واحده بتروحوا تاخذوا سكرين شوت معها شباب. اوكي وباللوس خلينا نرجع لهون شباب. هذه بالنسبه لهال هذا الحدث طبعا نفس الشيء بتطلعوا راح افرجيكم هلا راح نطلع وهيك رجعنا دخلت شباب طلعت ورجعت دخلت حبايبنا. اوكي هون معنا شباب مثل ما انتم شايفين هون تغيروا شخصيات نفس الشيء بتاخذوا سكرينات بتاخذوا كل التسكرات مع نيكيتا وكارولين واوليفيا وبتكملون من الشخصيات الموجوده حبايبنا. في شخصيه اول ما تدخل راح تنتبهوا ركزوا منيح في شخصيات هون راح تكون بالامام شباب انتبهوا. اوكي وهذا هو يا اساطير سو حبايبنا بالنسبه للسكين يا اساطير سكين باللوز. اوكي بنفس الوقت شرحنا لكم القنبله. اوكي يا اساطير سو ليديز اند جنتلمان هيك بيكون انتهى مقطعنا لليوم يا اساطير. ان شاء الله عجبكم مقطع حبايبنا وان شاء الله استفدتوا معنا. بتمنى لكم يوم سعيد حبايبي ونراكم باذن الله تعالى في البثوث المباشره. طبعا شباب بالنسبه للبثوث المباشره شباب السيزون راح يتجدد غدا تمام اوكي وراح نفتح اللايف ان شاء الله يا اساطير رحله الصعود الى الجراند ماستر حبايبنا. راح نشوف اوكي تابعونا على البثوث المباشره على الفيسبوك شباب الرابط راح يكون تحت بالوصف. اوكي حبايبنا نشوفكم على خير سلام عليكم.